منذ الأيام الأولى من حرب الخليج الثانية اللي أصبح يطلق عليها في الإعلام الرسمي في بغداد أم المعارك، كان هناك فرق واضح بين نظرية الحرب بالنسبة للجانبين الأمريكي والعراقي. الجانب الأمريكي كان يرى بأن خوض معركة برية ينتظرها الطرف العراقي لن يتحدد إلا في الوقت والأسلوب اللي يريد الجانب الأمريكي، ولذلك كان مرور الأيام الخمسة أو الستة الأولى من الحرب بالطريقة اللي سارت عليها قصف مستمر من الجو أمريكياً ودفاع سلبي عراقياً على الأرض، يعني أن القوات العراقية ستدخل حالة جمود غير طبيعية وبطريقة تدمر القوات الموجودة في الجبهة نفسياً قبل بداية المعركة على الأرض. لذلك من بعد يوم 22 كانون الثاني 91، اليوم الخامس للحرب، أصبح واضح لدى القيادة العراقية بأن انتظار الهجوم البري المعادي غير واقعي وغير عملي، وإذا كان لابد من معركة برية فالمبادرة لها يجب أن تكون عراقية وجر رجل الخصم لخوض المعركة في وقت غير مناسب بالنسبة له. لذلك تلخصت اجتماعات القيادة العسكرية العراقية يومي 26 و27 كانون الثاني في كيفية التخطيط للقيام بفعاليات برية تتوغل فيها القوات العراقية لمسافات لا تزيد عن 20 كيلومتر داخل الأراضي السعودية. كان التوجيه بأن تقوم الفيالق العراقية بأعمال تعرضية خارج الحدود لتدمير أهداف عسكرية واقتصادية وأسر ما يمكن من جنود العدو، وأن تكون البداية بالمخافر الحدودية على طول الحدود كل ضمن قاطعه وبدون إبطاء، ويكون الهدف هو جر رجل العدو إلى معركة برية واسعة يتكبد فيها خسائر فادحة. في البداية تكون الفعاليات قليلة العمق وتشمل كمائن ودوريات لغرض السيطرة على الأرض الحرام، ثم غارات للسيطرة على المخافر الحدودية والمناطق القريبة منها، ودراسة إمكانية السيطرة على ميناء الخفج السعودي الواقع جنوب الكويت لغرض جر رجل العدو لمعركة برية مع القوات العراقية تساهم في تخفيف شدة الهجمات الجوية المعادية في ضرب الأهداف الحيوية في العمق العراقي. كانت البداية بعملية تسمى جند الحق، الهدف منها هو التوغل داخل الأراضي السعودية من جهة مخفر جديدة عرعر الحدودي واحتلاله، والاندفاع بأسلوب القفزات المتتالية إلى مسافة 20 كيلومتر داخل الأراضي السعودية. العمل التعرضي في محور النخيب عرعر ليلة 27/28/1 شرعنا بالحركة من منطقة النخيب باتجاه منطقة عرعر الحدود السعودية بمسافة تبعد حوالي 100 كيلومتر، على أن يجري احتلال منطقة الاجتماع قبل ضياء الأول يوم 9/28، ويتم الحفر والغش والاختفاء وعدم الحركة في منطقة الاجتماع. واجب لواءنا كان احتلال مخفر أرهر السعودي والاندفاع بمسافة 5 كيلومتر إلى المجمعات الحدودية التي يتواجد فيها قطعات من العدو، دمرناها بأسلحة مقاومة الدبابات الموجودة لدى اللواء. في الساعة 2000 من يوم 28 تم إكمال الواجب المقرر لنا وتأمين قاعدة أمينة لانطلاق الألوية الأخرى، هو لواء المغاوير الثاني الفيلق الثاني ولواء 54 المدرع اللي يلفون الصفحة الثانية والصفحة الثالثة من الواجب المعد من قبل الفرقة 54. ليلة 29/30/91 أدنا إلى منطقة النخيب مناطق تحجدنا السابقة بدون أن يستطيع العدو من التأثير علينا التأثير المباشر بالقصف الجوي اللي زامل عملية انسحابنا في الليل. الليلة 27/28 قام اللواء بالتنقل والتحشد في منطقة قريبة من الحدود، وقام بمسك منطقة اجتماع قريبة من خط الحدود وقرب مجمعات عرعر. وفي نفس الليلة وبالساعة 1930 باشر لواءنا والذي كان واجبه هو تنفيذ الصفحة الثانية والهجوم يسار لواء الثاني مغاوير الفيلق السابع الاندفاع من يساره لمسافة 10 كيلومترات وبجبهة 5 كيلومترات. كان اندفاع اللواء اندفاعا سريعا، والخطة تقصي بتقسيم الواجب إلى 3 صفحات، أيضا واجب اللواء إلى 3 صفحات، كل صفحة يقوم بها الفوج على شكل قفزات وصولا إلى المنشآت العسكرية
التي تتواجد فيها قطعات العدو. أثناء تنفيذ اللواء لواجبه اعترضت بعض القطعات السعودية والتي كانت على شكل مفارس تعويق رشاشات ثقيلة محمولة على عجلات تمت معالجتها في حينها، والظاهر أنه العدو دفاعها لغرض تعويقنا وتمهيد الطريق لقطعات الموجودة بالمنشآت المستهدفة بالهرب إلى العمق. فبالساعة 2200 تم احتلال أهدافنا بالكامل والتهيؤ لصد أي هجوم مقابل قد يقوم به العدو، وأيضا التمهيد لقيام اللواء المدرع الرابع والخمسون بالالتفاف من جهة اليمين والهجوم على المشتبه إلى الأراضي الوطنية. وبالساعة 730 تم تكامل اللواء داخل أراضينا الوطنية وانتشاره دفعا للخسائر التي قد تقع نتيجة الهجمات الجوية المعادة. صباح 26 كانون الثاني 91 استدعيت من قبل قائد فرقة المشاة 54 وأبلغني بواجب اللواء ضمن تشكيلات أخرى للهجوم على قطعات العدو داخل الأراضي السعودية ولمسافة لا تقل عن 20 كيلومتر. بدأ اللواء بالتحرك من منطقة التحشد أمام منطقة النخيب إلى منطقة الاجتماع الأمامية، وفعلا مع الضياء الأول يوم 28 كانون ثاني أكمل اللواء تحشده في منطقة الاجتماع الأمامية، وكان في المرحلة الثانية هي الهجوم باتجاه الأهداف اللي قيادة الفرقة وقيادة الفيلق السابع. وبعد اجتياز مسافة بحدود 10 كيلومترات تقدم باتجاه الأهداف المرسومة إلها. حال وصول زحاف المعركة إلى منطقة الهدف والانفتاح عليها والانقباض عليها، تم تدمير ما تبقى من قطعات العدو، واتضح لي فيما بعد أن العدو قد ترك معسكراته اللي كان متواجد بها والانسحاب باتجاه العمق السعودي. صدرت لي الأوامر من قبل قيادة الفرقة بالبقاء في المنطقة تحسبا لهجوم العدو، أي أنه العدو احتمال أن يقوم برد فعل ويقوم بهجوم مقابل، وفعلا اتخذت كافة الترتيبات لغرض تدمير قطعات العدو التي لربما تهاجم قطعاتنا. بقيت في هذه المنطقة بحدود 4 ساعات بعد إتمام الواجب والاستيلاء على آليات وتجهيزات العدو وقسم المعدات وترك لعدد من قتلاه في أرض المعركة، صدر الأمر الساعة 500 من قبل قيادة الفيلق السابع للانسحاب والعودة إلى مناطق انطلاق اللواء. فعلا انسحب اللواء، وكان هناك واجب آخر هو ستر انسحاب بقية التشكيلات. من الدروس اللي ترسخت بذهني عن هذه المعركة أي معركة جند الحق هو أنه كانت هذه المعركة هي بدون خسائر، أي أن خسائرنا والحمد لله كانت طفيفة، وكان التخطيط المتقن وقرب المقرات التعبوية لقيادة الفرقة والفرقة 54 والفيلق السابع كان لها أثر في التنفيذ الدقيق لهذه العملية. وقع أمر تنفيذ عملية احتلال مدينة الخفجي على عاتق الفيلق الثالث المتواجد في الكويت بقيادة الفريق الركن صلاح عبود، اللي ذكر في كتابه عن حرب الخليج بأنه تم بناء خطة الهجوم على الخفجي باختيار فرقة آلية اللي هي الفرقة الآلية الخامسة وفرقة مدرعة اللي هي الفرقة المدرعة الثالثة. كانت الخفجي تمثل إمارة سعودية بمستوى قضاء وتعتبر مدينة صناعية ذات مداخل ومخارج كثيرة ولها عدد من الأحياء السكنية الحديثة والأبنية المرتفعة، وينتشر فيها مصفى نفط بطاقة 50,000 برميل يوميا ومحطة تحلية مياه، بالإضافة إلى عشرات آبار النفط. ولكونها موقع مهم على الخليج يؤهل من يسيطر عليها لرصد القطع البحرية
شمال مياه الخليج. لذا وصل تقدير الموقف إلى القيام بعملية إحاطة من قاعدة واسعة بالاستفادة من مزارع الوفرة واستغلالها لتحشد قوة الإحاطة وانتشارها واختفائها لتجنب اكتشافها من قبل الجهد الجوي المعادي. ولكون طبيعة الأرض رخوة مغمورة بالمياه جنوب الخفجي فهي لا تصلح لحركة الدبابات ويمكن لناقلات الأشخاص المدرعة العمل فيها. وإذا ما فكر العدو بمهاجمة القطاعات العراقية من جنوب مزارع الوفرة لقطع الطريق عليها بعد احتلال الخفجي، ولكون طبيعة الأرض هناك تصلح لعمل القوات المدرعة، لذا تم الاتفاق على استخدام لواء مدرع في الصفحة الأولى ولواء مشات آلي للصفحة الثانية كأفضل حل لاحتلال الخفجي. وطبعا بما أن الفرقة الآلية الخامسة كانت كفوءة وسبق لها أن قامت بتمرين اجتياز الأرض المغمورة بالمياه، فكانت هي المرشحة للقيام بالمهمة على أن يقود اللواء المدرع 26 رتل للإحاطة لمسافة 12 كيلومتر من مخفر الرغوة، ثم يتخلى اللواء المشات الآلي 15 لينفذ الصفحة الثانية بالاندفاع إلى الساحل جنوب الخفجي. كانت المشكلة أن الفرقة الآلية الخامسة اللي يقع عليها واجب احتلال الخفجي تنتشر في المواقع التالية. مقر الفرقة يقع في منطقة المقوع شمال الأحمدي على بعد 50 كيلومتر من منطقة التحشد، اللواء المدرع 26 في منطقة الشعيبة بمسافة تزيد على 35 كيلومتر من منطقة التحشد، لواء المشات الآلي 15 في حقول نفط البرقان غرب الأحمدي بمسافة 40 كيلومتر عن منطقة التحشد، ولواء المشات الآلي 20 في منطقة شمال مطار الكويت الدولي على مسافة 80 كيلومتر من منطقة التحشد. يعني قواتنا وين كانت موجودة؟ هاي نعم. يعني تقريبا يمين منطقة الأحمدي. نعم. هنا صار بالضبط. فنحتاج إلى 75 كيلومتر يلا نوصل المخابئ اللي هسه أطرقت لها. نعم. قريب من الحدود السعودية. نعم. المخابئ اللي سويناها هي مخبئين. نعم. مخبئ في مزارع الوفرة. خلينا بيها لواء. والمخبأ الثاني هو باستقامة الساحل في منطقة الشاليهات. فهاي الحركة من المنطقة الحالية إلى المخابأ استغرقت حوالي 48 ساعة. وكنا نحرك قطعات كلش قليلة. والحقيقة كان هذا معناه بأن الفرقة ستدخل معركة قبل المعركة الرئيسية، والمقصود بها هي معركة التحشد في المنطقة المحددة تحت سماء يسيطر عليها جهد جوي معادي وجهد استخباراتي تقني عالي المستوى يتمثل بالأقمار الصناعية اللي ترصد كل التحركات على الأرض. حسب السياق التقليدي للجيش العراقي في الحركة كان معناه أنه الفرقة ستتحرك بمستوى وحدات أو وحدات فرعية ما بين 14 إلى 35 عجلة مدرعة بشكل جماعي، وكان هذا يعني أنها ستكون هدف واضح جدا للهجمات الجوية المعادية. لذلك كان من الضروري ابتكار أساليب غير تقليدية في التنقل من المنطقة المحددة إلى منطقة التحشد اللي وقعت في مزارع الوفرة على خط الحدود السعودية الكويتية، وهي تبعد مسافة غير قليلة عن الحافة الأمامية لدفاعات الفيلق الثالث. تم الاتفاق على أن تتحرك القوات بأسلوب التنقل المفرد أو التسرب بفواصل زمنية لإيهام العدو بأن هذه هي حركة طبيعية ضمن الموضع الدفاعي. تم تحديد 6 طرق جديدة وغير مألوفة لا لدى القوات العراقية ولا لدى العدو، بمعدل طريقين لكل واء، مع خطة دقيقة لأغراض الدلالة والالتزام بالحركة الليلية وبأسلوب القفزات، بشرط أن يتم إرسال سائقي العجلات المدرعة في النهار للتعرف على الطريق الذي سيقومون بالسير عليه خلال الليل. وأيضا منع استخدام الأضواء البيضاء ليلا بشكل تام للعجلات المدرعة والاعتماد على الرؤية والسياق الليلية. تم تحشيد القطاعات قبل 4 أيام من تنفيذ الخطة، وكانت تتنقل في كل ليلة كتيبة دبابات أو فوج مشات آلي يضاف له سرية دبابات أو سرية مشات آلية من وحدة أخرى بمعدل 10 ساعات و40 دبابة وناقلة من كل لواء في الليلة الواحدة، على أن تبعد طريق التنقل بين كل لواء وآخر مسافة 15 إلى 20 كيلومتر. بالتالي تنقلت 440 دبابة وناقلة مع الأسلحة الثقيلة أخرى إلى مناطق تحشد لا تبعد عن الحدود السعودية أكثر من 5 كيلومتر، وتم إخفائها مع مقاتليها في مزارع الوفرة
بشكل تام مع إجراءات صمت لاسلكي كاملة ومنع أي حركة للعجلات أو الأشخاص، وأصبحت القوات مهيئة تماما لتنفيذ المهمة مع حلول يوم 29 كانون الثاني. طبعا كان هناك تحدي آخر يتمثل في ضرورة فتح ثغرات في حقول الألغام اللي وضعت من قبل الجانب العراقي بنفسه على خط الحدود من قبل الحرب لغرض فسح المجال للقوات المهاجمة بعبور الحدود إلى الخفجي. وبدأت الحركة فعليا في الساعة 7 من يوم 29 كانون الثاني بحركة اللواء المدرع 26 اللي اجتاز حقول الألغام وكان مهيئ للهجوم بالساعة 8 مساء إلى الخفجي عبر الصحراء. يعني الساعة 8 مساء، الساعة 8 مساء باشر الرتل الصحراوي اللي المسافة مالته من خط الشروع إلى الهدف ماله 47 كيلومتر. نعم. قسمناها بين لواءين، لواء مدرع ولواء آلي. الساعة الفيد أي الساعة 8 بدأ الرتل باجتياز الموانع، اجتياز حقول الغام. نعم. اتحرك من المخبأ ماله الساعة 1830، اجتاز خط الشروع الساعة 2000. هنا طبعا هاي هسه ليلا نعرف احنا القطاعات بالليل اصعب ما عليها هو الملاحه. نعم. يعني الاتجاه. نعم. رغم المسافه 47 كيلو. خصوصا هاي منطقه صحراويه. صحراويه ما بيها كل عرضه. فتجاوزنا هاي المعضله بان خلينا بطاريه مدفعيه. نعم. كل 10 دقائق الضوي الخفجي. نيرها. نعم. القطاعات تشوف الضوء تمشي باتجاه. باتجاه الضوء. نعم. نجحنا بها هاي يعني كل 10 دقائق حوالي قنبلتين تضيء المدينة. بحيث أي واحد من الرتلين متى يه المحور ماله أطلع. نعم. أول لواء وصل 17 كيلو متر توقف واتجه إلى الدفاع. الساعة 2130 أكمل. الساعة 2130 يعني 9:30 9:30. نعم. دفعنا الرتل العفو اللواء الآخر اللي هو لواء آلي. نعم. تخلل من اللواء اللي وصل أهدافه باتجاه المدينة. نعم. بنفس الوقت الرتل الساحلي باشر. نعم. اللي هو راح يدخل المدينة وبالساعة 2350 التقوا الرتلين في مفرق المشعب. نعم. احنا بالساعة 2000 انطلقنا الساعة 2000 يعني الساعة 8 الساعة 8 مساء الليلة 29. نعم. كان ثاني 91 انطلقنا من المخابئ الموجودة في هذه المنطقة اللي تبعد حوالي 20 كيلومتر عن الحدود السعودية. نعم. الكويتية السعودية إلى منطقة ضلعات السور واللي لدينا معلومات أن العدو متواجد بها بقطاعات استطلاع وقطاعات أسلحة الميمدر. نعم. خاصة بعد أن لاحظ تحشدنا في هذه المنطقة عززها بهذا القطاع. نعم. انطلقنا من هذا المكان جابهتنا مقاومة عنيفة ومسندة بقوة جوية كبيرة. نعم. وسمتية ودارت معركة ضارية في هذه المنطقة تمكننا بصولة جريئة من تدميرها والاندفاع باتجاه هدفنا المحدد 25 كيلو بالعمق ثم العودة باتجاه الأراضي باتجاه قطاعات. طيب في أثناء ذلك سيادة العميد صارت معارك أو صار ضرب جوي عليكم أو؟ نعم هم بدأوا بينا نهار 29 صباحا. نعم. بعد ما احنا تحشدنا منطقة صحراوية. نعم. رغم إجراءات الغش والاختفاء وما متيسر لديهم من تكنولوجيا عالية. نعم. من ناحية الاستكشاف تمكنوا يلاحظوا قطعات هنا في منطقة المخابئ بعدكم بالكويت فنهارا ضربونا في منطقة المخابئ. نعم. مخابئ محاولين التأثير على معنويات نوع فالرتل الآخر اللي نزل من منطقة ضلعات السور. نعم. اتجه جنوبا دفع حوالي 25 كيلومتر واستدار. واستدار ورجع إلى منطقة الوفرة هو هذا اللي كان مهمته. نعم. التمويه. نعم. نعم. إذا نجي على نشرح فد موجز لسير المعركة. نعم. شرعة الرتلين الرتل اللي نزل جنوب خلنا اعتبره رتل المخادعة. نعم. والرتل اللي لاحتلال مدينة الخفجي. نعم. شرعوا اثنين هم بالساعة 2000 أي الثمانية مساء يوم 29. نعم. الرتل
اللي باتجاه ضلاعات السور بالحقيقة العدو قصف في نفس اليوم قصف القطاعات فهي قطاعات بالمنطقة فالرتل من اتجاه اصطدم بالقطاعات الموجودة اللي فتحها العدو بالمنطقة تمكن من أن بعد معركة دخلوا إياها معركة قوية تمكن من أن يدمرها ويزعها وانهربت هربت ما تبقى من القطاعات المعادية نعم وشرع الرتل بمطاردتها نعم فالعدو وجه كل جهد الجوي في يومها من طائرات بدأ ينير المنطقة وبدأ يقصف بها وجه سمتياته على الرتل هذا نعم استمر الرتل اندفاع سريع الاندفاع السريع أربك كل القطاعات اللي موجودة هنا فانسحبت انسحاب غير منظم عالجتها مدفعيتنا وصواريخنا ودباباتنا بالرمي خلال الحركة بالليل وتمكنت أن تطرد قطاعات العدو وتدمر ما موجود بين قطاعاتنا بعد أن استدارت وبين خط الحدود نعم فالعدو جلب هل رتل هذا جلب انتباهه نعم بالوقت اللي من شرع هذا الرتل كانت كان العدو محاسبي مشغول أنه أساسا مشغول بذاك فشرع هذا الرتل بعد ساعة ونص من العملية اللواء اللي كلف بالصفحة الأولى احتل مكانه تخلل من عنده لواء آخر أحاط مدينة الخفجي والتقى بالرتل الساحلي اللي اندفع مع الساحل فطوقنا منطقة الخفجي بالكامل وبدأت قطاعاتنا ترصن وتهيئ أماكنها قام اللواء المدرع السادس بهجوم تضليلي على مخفر ضليعات السور السعودي والمناطق المحيطة به بعمق 15 كيلومتر داخل الأراضي السعودية كرتل مخادعة لجلب الانتباه من قبل العدو وهنا دارت معركة عنيفة بين اللواء وبين القوات المدافعة اللي انسحبت إلى الخلف وطبعا انسحب اللواء المدرع السادس بأسلوب القتال التراجعي إلى الوفرة لحماية جناح ومؤخرة الفرقة الآلية الخامسة وفي تلك المعركة كانت خسارة اللواء المدرع السادس بحدود 15% من قوته القتالية طبعا اعتبارا من الساعة 8 وحتى 10 من مساء يوم 29 كان اللواء المدرع 26 تقدم ووصل تقريبا إلى منتصف المسافة إلى الخفجي وطبعا بدأ اللواء الآلي 15 بالتقدم من منطقة التحشد حتى يصل إلى حيث وصل اللواء 26 ليقوم اللواء المذكور بالاندفاع كصفحة ثانية إلى الأمام أما اللواء الآلي العشرين فكان يتقدم كرتل ساحلي على طريق نويصيب الخفجي طبعا كانت المنطقة الرخوة جنوب غرب الخفجي اللي تمثل جبهة اللواء الآلي 15 تعتبر منطقة معيقة من حيث كونها مغمورة بالمياه طبعا دارت معركة قبل الساعة 11 ليلا بين اللواء العشرين اللي يمثل رتل الساحل مع كتيبة مدرعات أمريكية لمدة 30 دقيقة انسحبت باتجاه منطقة المشعاب جنوب الخفجي بمسافة 18 كيلومتر وكانت منطقة جنوب الخفجي الرخوة تمثل مانع طبيعي لإعاقة حركة اللواء الآلي 15 اللي كان يهدف إلى تطويق المدينة من الجنوب هنا اضطر اللواء إلى ترك بعض الناقلات اللي غرزت في المنطقة والتقدم سيرا على الأقدام باتجاه الخفجي اللي كانت تبعد عنه أقل من 5 كيلومترات بتمام الساعة 11 ليلا من يوم 29 كانون الثاني دخل اللواء الآلي 20 الساحلي إلى الخفجي وعند منتصف الليل تم احتلال الخفجي مطوقة من الجنوب ومن الغرب طبعا لم يكن من السهل توقع حركة لقوة عسكرية تتجاوز 400 دبابة وناقلة أشخاص مدرعة بهذه الطريقة وتحت تفوق جوي وتقني واستطلاعي معادي تام من جميع النواحي لذلك كان مستوى العملية وأثرها في أوساط الجانب العراقي وحتى في أوساط التحالف الدولي مؤثر مهما كان مستواها لأن الهدف هو منطقة محتلة في الأراضي السعودية بالتالي أصبح واضح أن القوات الموجودة في الخفجي ستحتكم إلى الدفاع بانتظار الهجمات المقابلة اللي ستشنها قوات سعودية وعربية بالإضافة إلى جهد الإسناد الأمريكي بعد احتلال الخفجي صدر توجيه غريب من نوعه من القيادة العامة العراقية إلى القوات الموجودة في الخفجي بالنص الحرفي هذا هو العراق يستهدفه أشقاؤه بالقنابل والطائرات والصواريخ والجيوش وهو يفتح ذراعيه لهم ويعتز بهم ولا يرغب بإيذائهم
كان ملخص التوجيه أن لا يتم إيقاع خسائر في صفوف القوات العربية المقابلة، وعدم توجيه أي ضربة صاروخية أو مدفعية إلى داخل الأراضي السعودية على تلك القوات. المشكلة أن الاحتفاظ بالمدينة بالشكل اللي تم عليه يومي 30 و31 كانون الثاني من عام 91 جعل الهدف أكبر من إمكانيات القوة المهاجمة، وعرضها إلى مشاكل في ترتيب دفاعها عن مواقعها داخل المدينة. والحقيقة أنه بعد ساعات من احتلال الخفجي، ربما مدة لا تزيد عن ساعتين، كان هناك حوار بين رئيس أركان الجيش الفريق حسين رشيد وقائد الفيلق الثالث. ملخص الحوار هو تقييم الموقف، إما البقاء في الخفجي أو الانسحاب منها. كان رأي قائد الفيلق الثالث بأن الاحتلال تم بموارد الفيلق بدون الاستعانة بقوات إضافية أخرى، وبالتالي العدو لا يعرف حجم القوة التي دخلت إلى الخفجي، ولم يتم تحقيق هدف رئيسي اللي هو مثلا الحصول على أسرى أو جر رجل العدو إلى معركة برية. لذا فمن الأنسب هو الانتظار للاحتفاظ بالخفجي لمدة 24 ساعة، مع الحاجة إلى أسلحة دفاع جوي، خصوصا أسلحة مقاومة الطائرات المحمولة على الكتف. طبعا هذا لا ينفي أن الفرقة الآلية الخامسة عززت بفوج مغاوير من الفرقة 14 مشات ولواء المشات 95 من الفرقة 18، بالإضافة طبعا للواء المدرع السادس كما ذكرنا. بالنتيجة أصبحت الفرقة الآلية الخامسة تحت مرمى نشاط الطائرات المسيرة المعادية داخل وخارج الخفجي، بالإضافة إلى ضربات مدفعية البارجة الأمريكية ميزوري الموجودة في مياه الخليج. طبعا تم تشكيل خطي دفاع، أحدهما صحراوي باللوائين الآلي 15 والمدرع 26، رغم أن الحالة على أرض الواقع كانت لا تكفي لسد متطلبات الدفاع بهذين اللوائين، كون أن الجبهة أكبر من قدرتهما من حيث السعة، حيث أن الخط الدفاع الصحراوي يمتد إلى مسافة 47 كيلومتر ويصل إلى خط الحدود الكويتية السعودية، بالإضافة إلى الدفاع الساحلي باللواء الآلي 20 لخط جبهة يمتد على 20 كيلومتر. كان القرار هو قبول خوض المعركة داخل الخفجي في حال الاقتراب منها برا، وكانت قد حدثت معركة فعلا عند محاولة التقرب من المدينة من قوات التحالف، بالأخص القوات السعودية من جهة اللواء الآلي 15 جنوب الخفجي، مما أدى إلى انسحاب القوات المهاجمة وترك عدد من عرباتها المدولبة المعطوبة داخل المدينة. لجأت الفرقة الآلية الخامسة لتغيير خطة الدفاع داخل الخفجي اعتمادا على تطورات الموقف خلال يوم 30 ومع مرور 24 ساعة على احتلال المدينة. بموازاة ذلك دفع التحالف بقوات برية من حفر الباطن باتجاه الرقعي مقابل السالمي الكويتية لمحاولة تطويق القوات العراقية في الخفجي من الشمال، تحديدا المنطقة بين مزارع الوفرة والحافة الأمامية للفيلق الثالث بحدود 28 كيلومتر لا تتواجد فيها أي قطعات عراقية. بالنتيجة أصبحت الفرقة الآلية الخامسة تحت مرمى نشاط الطائرات المسيرة المعادية داخل وخارج الخفجي، بالإضافة إلى ضربات مدفعية البارجة الأمريكية ميزوري الموجودة في مياه الخليج. لجأت الفرقة الآلية الخامسة إلى تغيير خطة الدفاع عن الخفجي اعتمادا على تطورات الموقف خلال يوم 30 كانون الثاني وبعد مرور 24 ساعة على احتلال المدينة. كانت الخطة الجديدة تتضمن دفع كتيبة دبابات من اللواء المدرع 26 توضع في الوفرة لمنع تطويق اللواء من الشمال، وسحب اللواء بأكمله من الصحراء ودفعه إلى موازاة الحدود الكويتية السعودية بالاستفادة من كثرة الأبنية والنباتات ومباغتة العدو عند محاولة الاقتراب من مزارع الوفرة. بالإضافة لهذا سحبت جميع وحدات اللواء الآلي 15 إلى قرب الحافات الخارجية للخفجي التصاقا بالمدينة لتجنب البقاء في الصحراء تحت نيران الجهد الجوي المعادي اللي تعرضت على عجلات اللواء بغارات مكثفة خلال نهار يوم 30. تم تعزيز دفاعات اللواء الآلي 20 الموجود في المحور المهم المشعاب الخفجي اللي يؤدي إلى مركز المدينة واللي يمثل الاحتمال الأهم لاستغلاله في الهجوم المقابل على المدينة. كانت كل هذه الترتيبات الدفاعية الجديدة اكتملت خلال ساعتين من مساء يوم 30 كانون الثاني. من خلال تقارير استخبارات الفيلق الثالث والفرقة الآلية الخامسة أصبح واضح أن القوات المقابلة اللي كانت تشن الهجمات نهار 30 وليلة 31 كانون الثاني تتألف من لواءين مدرعين بريطانيين ولواءين مدرعين آليين أمريكيين ولواء حرس وطني سعودي وخمس كتائب مدرعات وأفواج آلية قطرية وكويتية وجنسيات أخرى في التحالف، تسندها 150 طائرة مقاتلة قاصفة و100 طائرة سمتية معظمها من نوع أباتشي المضادة للدروع اللي كان بإمكانها في ذلك الوقت ضرب أهدافها على الأرض من مسافة 10 كيلومتر، عدا عن صواريخ كروز والبارجة ميزوري والمدفعية الثقيلة.
عدا عن تهيئة التحالف قوات إضافية للهجوم على الفرقة الآلية الخامسة داخل وخارج الخفجي بقوة 4 فرق مدرعة وآلية و360 طائرة قاصفة و160 طائرة سمتية مختلفة الأنواع. خلال نهار وعصر يوم 30 كانون الثاني كانت المحاولات مستمرة لخرق جبهة الفرقة الخامسة لغاية الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم، عندما شنت قوات التحالف هجومها على اللواء الآلي 20 من اتجاه المشعاب الخفجي بإسناد من الطائرات السمتية والمقاتلة والنيران المدفعية، وتمكنت من إحداث خرق بموازاة الطريق بعمق 1 كيلومتر في مواضع اللواء المذكور. بعد محاولات طيلة مساء يوم 30 وفجر يوم 31 تمكنت قوات التحالف في 8 من صباح يوم 31 كانون الثاني من الهجوم على كل مواضع الفرقة، وتمكنت بحلول مساء ذلك اليوم من استهداف دفاعات اللوائين 20 و15 للفرقة تحت إسناد جوي وبحري، واستطاعت خرق مواضع اللوائين والدخول إلى مركز المدينة والقيام بإنزال شرق محطة تحلية المياه. بدأ الهجوم لاستعادة المدينة بعد 8 صباحا بقليل يوم 31 من يناير عام 1991 على محورين. المحور الأيمن نفذته سرية مشاة آلية قطرية بالإضافة إلى بعض القوات من الحرس الوطني. المحور الأيسر نفذته سرية دبابات قطرية وفصيل صواريخ قطري مضاد للدبابات من نوع هوت، بالإضافة إلى مشاة آلية من الحرس الوطني السعودي. عملت القوات القطرية على صد الهجوم، حيث تقدمت السرايا المقاتلة المكونة من الجيش القطري على محورين رئيسيين في معركة كان الدور الحاسم فيها للدبابات القطرية. دور الدبابات ودور الأسلحة المضادة ودور فصائل اللي كانت متواجدة المشاة كان الدور الرئيسي لهم. دائما تكون الدبابات هي اللي تقود التقدم على أساس قوة الصدمة والرمايات، هي اللي تخفض من معنويات الطرف الآخر وتخلينا يعني يستسلم أو أنه يخرج من ساحة المعركة. عمل الدبابات مع القوات السعودية في تحرير الخفجي أعطى أثر كبير، يعني حتى للجندي العراقي لما يسمع طلقات المدفع وحركة الجنزير على الأرض يهاب، في ناس منهم استسلموا لأنه فقط سمعوا صوت الدبابات. كان الهدف من الهجوم التوغل إلى عمق المدينة وتدمير التجمعات العراقية الرئيسية فيها، بينما تتحرك في الوقت نفسه كتيبة مشاة بحرية سعودية على الطريق الساحلية بهدف منع أي تحرك للقوات العراقية باتجاه الجنوب. القوات القطرية التي شاركت في معركة الخفجي أنهت مهمتها دون أي إصابات بالأفراد، واقتصرت الخسائر على إصابات ببعض الآليات، وهو ما جعل للنصر طعما آخر. شاركنا لكن كان عندنا حرص كل منا على الآخر، بحيث أنه نتحرك ولكن كل طرف يسند الآخر. إذا وقع في مشكلة يجب أنه في تعليمات حقيقة موجهة لقادة السرايا اللي شاركوا، أنه يجب على كل قائد سرية أن يكون في إسناد متبادل. صدقني أنا أخذتها بالاعتبار، صدقني أنها بعد دخوله بأقل من ساعة وأنا أعرف أنها اني حاصرت المنطقة، لان ما كان ممكن يتحرك شبر لانها مسيطر عليها تماما، والقوات الجوية ضربت وزي ما قلت لك انها دمرت 3 فرق قبل ان تطلع حتى. نعم. ولهذا ما كان في الخفجي الا كتيبتين ناقص. نعم. حتى وحاولوا يتحركون وراء ما قدروا لان انا حاطينهم بالكماشة. نعم. اذا لهذا السبب الخفجي نعتبرها انها يعني لو 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 تخيلت سيناريو لطيب لي انا وضغط وتحطيم صدام معنويا لما وجدت افضل من الخفجي. نعم، اشرت كثيرا في ذكرك لموضوع الخفجي في كتابك مقاتل من الصحراء الى الروح المعنوية، واستحضرت أقوال من قادة عسكريين سابقين مش كثر كانت الروح المعنوية للجنود السعوديين خاصة مؤثرة في تحرير الخفجي. هو أي جيش إذا هو يعمل شيء مؤمن فيه تأكد أنها الطريقة
تعامله في الحرب يختلف. نعم. لهذا السبب أنا أقول لا تحكموا على الجيش العراقي من خلال حرب تحرير الكويت، لأن جيش لم يحارب، جيش غصب على ما عمله كثير منهم. أنا ما أتكلم عن الحرس الجمهوري طبعاً. لكن أكثر العراقيين اللي جونا واستسلموا لنا كلهم كانوا بس ينتظرون متى نجي عشان يستسلموا. ولهذا أنا أقول الجيش العراقي حقيقة إن ما قاتل زي ما قلت لك إلا الحرس الجمهوري ومن هما تحت المستفيدين من صدام. لا. وعلى كل حال الخفجي تعتبر هي المعركة الوحيدة في كل حرب تحرير الكويت. بحلول مساء يوم 31 أصبح الوضع في الخفجي لا يحتمل البقاء فيها أكثر من ذلك الوقت، وكان هذا هو مغزى رسالة قائد الفيلق الثالث إلى رئيس أركان الجيش بطلب سحب الفرقة الآلية الخامسة إلى مواقعها السابقة قبل تنفيذ العملية. جاء الرد بالموافقة في ضوء توجيه الرئيس العراقي صدام حسين. وبحلول منتصف ليلة 31 كانون الثاني على الأول من شباط عام 91 كانت الفرقة الآلية الخامسة تصدر لها الأوامر بالانسحاب من الخفجي بأسلوب القتال التراجعي إلى خط الحدود الكويتية السعودية كمرحلة أولى، ثم إلى مواقعها في عمق الأراضي الكويتية كمرحلة ثانية. طبعا جرى لقاء للقيادة العامة العراقية يوم الخامس من شباط عام 91 لغرض تقييم عملية احتلال الخفجي، وكان هناك تشخيص للإيجابيات والسلبيات، إلا أن صدام كان يصر على أن العملية تعتبر ناجحة من حيث مباغتة العدو حتى وإن لم يتحقق الغرض الرئيسي منها وهو خوض معركة برية واسعة. من جهة ثانية تعرضت الفرقة الآلية الخامسة لخسائر في قوتها بالمجموع نتيجة تنفيذها لواجب أكبر من إمكانياتها بكثير، وأسر عدد من الجنود اللي تأخر وصول أمر الانسحاب إليهم وكانوا داخل الخفجي. طبعا الجانب الأمريكي وممثلا بقائد قوات تحالف نورمان شوارسكوف في مذكراته كان يرى بأنه دمرت 80% من قوة الفرقة الآلية الخامسة، وأيضا عززت عملية الخفجي فشل المدفعية العراقية اللي كانت تطلق مئات القذائف بدون إصابة للأهداف، وأن عملية الخفجي تعتبر فشل عراقي. لكن طبعا كان الجانب العراقي يرى بأنها عملية ناجحة استطاع فيها أن يتصرف بشكل يخالف التوقعات، لكن الثابت هو أن الهدف الرئيسي للمعركة لم يتحقق، وحتى لو تم التخطيط للاستفادة من تجربة الخفجي للقيام بعمليات أخرى فهذا أيضا لم يحدث، وقدر للخفجي أن تكون المعركة البرية الوحيدة اللي يخوضها الجانب العراقي خلال الحرب بإرادته على الأقل في بدايتها. وهكذا انتهت العملية العسكرية الأولى، وانتهت معها كل الأهداف الاستراتيجية بنتيجة التعادل. وبغض النظر عن كيفية تقييم الأعمال العسكرية بين يومي 29 وحتى 31 من كانون الثاني عام 91، حيث ادعى كلا الطرفين النصر وتصرف كل منهما حسب ذلك الاعتقاد. بالنسبة لقوات التحالف فإن المعركة أكدت على قابلية الهزيمة العراقية أمام استراتيجيات التحالف وعززت الثقة بقوات الوحدة العربية، لكن بالنسبة إلى شوارسكوف فإن معركة الخفجي ليست بتلك الأهمية، لكن سجلات الدفاع الأمريكية تماشت مع التقييم الذي يتحدث عن أهمية معركة الخفجي بالنسبة للتحالف، بحيث أنها المعركة البرية الهجومية الوحيدة التي خاضها صدام حسين وقد هزم فيها. وتكمن الأهمية الاستراتيجية في ضرب أي آلية عراقية متحركة جوا، وأي وحدة تبقى في مكانها سوف تتعرض للضرب جوا أو برا. أما بالنسبة للقيادة العراقية فإن المعركة ناجحة بالنسبة لها حسب السجلات الرسمية، كما وضعت في الحسبان شجاعة صدام القيادي واعتبرته واحدا من أفضل الاستراتيجيين العسكريين في وقتنا هذا. لقد أثبتت المعركة أن القوات العراقية قد تلقت تدريبا كبيرا، فمن جهة استطاعت إطلاق عملية هجوم ليلية ناجحة وجيدة التخطيط بالرغم مما أحاطها من لواقط التجسس والطائرات بدون طيار وطائرات الاستكشاف، ناهيك عن التفوق التقني. وإن كان لذلك من معنى فهو يتجلى في أن الجندي العراقي قادر على خوض معركة مهما كانت حامية الوطيس
مثل ما حدث في الخفجي، والتي سمحت بأن يتم إدراجها بنجاح في سجلات العالم العسكرية. تسهيلات التي قدمتها وتقدمها أم المعارك، أناديه أن يتخذ القرار. الجيش العراقي الآن بيحتل الكويت. Instead, he tried to make this a dispute between Iraq and the United States of America.